ينضم إلينا أحمد الحمود مشرف حماية في منظمة يد بيد. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا بيك. نحكي أكثر عن التدريبات وشو شملت وشو كان برنامج التدريب. بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. أحب أتوجه في البداية برحمي على أرواح الشهداء الذين انقضوا في الزلزال السادس فبراير 2023. الحقيقة نحن بناء على الاستجابة اللي قامت فيها منظمة يد بيد بعد الزلزال، قمنا في مشروع بين نحط لمسي إضافي بناء على الاحتياج الموجود. المشروع هو بيتضمن عدة نشاطات، من بين هاي الأنشطة هو تدريب العاملين الإنسانيين على التعامل مع الأطفال في أوقات الأزمة. الهدف من هاي التدريب ورفع قدرة العاملين الإنسانيين وزيادة الوعي كيفية التعامل مع الأطفال في أثناء الأزمات، وكيفية التعامل مع الأطفال اللي عندهم مخاطر حماية بالأساس بسبب ظروف الحرب، وزادت مخاطر الحماية أثار الزلزال يلي صارت معهم، كيفية التعامل معهم وإحالتهم إلى الذهاب. يعني من ناحية نفسية، كيف التعامل مع الأطفال من ناحية نفسية، كيف إنه ندعمهم أو لحتى ما يخافوا إن صار مثلا حادثة مشابهة؟ نعم، هل ممكن تعطينا بعض عناوين الدورة؟ نعم، هلا هو صراحة الدورة هي على شقين. الشق الأول حماية الأطفال في أوقات الأزمة. الشق الثاني هو التحديد الآمن والإحالة. نحن في هذا البرنامج استهدفنا العاملين الإنسانيين، هي رقم واحد. رقم اثنين، في احد بنود الانشطه في المشروع اللي نحن عم نشتغل عليه هو برنامج التوعيه في حمايه الاطفال في اوقات الازمه، وهذا البرنامج بالاساس بيستهدف شريحتين من المجتمع. اول شريحه هي شريحه الاطفال، وثاني شريحه هي شريحه مقدمي الرعايه. بنرجع لموضوع التدريب، نحن هذا التدريب لما عم نعطيه لحتى نرفع قدره العاملين الانسانيين التعامل مع الاطفال نفسيا. كيف نحن بنحافظ على، اعطيك مثلا عده عناوين، يعني مثلا اليه التعامل مع التوتر والضغط. من المفروض انه العامل الانساني يكون على جاهزيه عليا في استقبال هدول الاطفال ومعرفه الجهه المناسبه لاحاله هذا الطفل لألي، لانه نحن مثل ما بنعرف في عمليه اداره الحاله هي بتكون شوي سريه وشوي بتكون دقيقه لحتى وصل لحاجه او وصل لقضاء شغل الحمايه الموجود فيه. بالعوده لنشاط او خلينا نقول نشاط حمايه الاطفال في اوقات الازمات، نحن لما عم نستهدف الاطفال فبكون في رسائل موجهه ومخصصه من قبل عاملين انسانيين مدربين. كيف نحن اهم شيء نحن بدنا نوصله، كيف ما هي اليه التصرف بالنسبه للطفل اثناء الزلزال وما بعد الزلزال. في كثير من الحالات وجهت حضرتك سالتي انه اذا في حالات او امثله، في كثير من الحالات صراحه صارت ان فقدوا اهاليهم، فقدوا ابائهم. فنحن من ضمن انشطه هذا المشروع بنحاول نوصل رساله كيف هذا الطفل بيتصرف في حال فقد والديه. لمين بيلجا؟ بيلجا لمنظمه مدنيه، دفاع مدني، بيلجا لجهه رسميه. في ناس ما بتعرف تتصرف، بتلجا لاشخاص ممكن يعرضوهم. طيب يعني اذا الفئه المستهدفه من هذا التدريب هم المنظمات، لانه هم يمكن قادرين انه ياخذوا خبره جيده من هذه التدريبات، وبالتالي ممكن ايضا يدربون اشخاص من الناس حتى يكون كلياتنا عندنا وعي بالتعامل مع الكوارث. هل بخطه انه تكون بسلسله تدريبات من المنظمات مع الناس العاديين الموجودين يعني ارض الواقع، لانه بالنهايه لازم كلياتنا يكون عندنا درجه من الوعي للتعامل مع مثل هذه الحالات. عظيم جدا، عظيم، بشكرك على توجيه هذا السؤال. هلا في انشطه المشروع مثل ما خبرتك نحن عم نستهدف العاملين الانسانيين عن طريق اليه معينه، بيكون عن طريق اتحاد المنظمه. في شق اخر شق المشروع بالشيء اللي انت ذكرتيه، نحن فعليا عم نستهدف وعم نقوم بهذا النشاط. في احد انشطه المشروع في عندنا شيء اسمه لجان الحمايه. لجان الحمايه عم يتم طبعا تشكيل هاي لجان الحمايه، طبعا نحن مشروعنا في منطقتين مختلفتين، في منطقه ادلب وفي منطقه عفرين. عم يتم تشكيل لجان حمايه مجتمعيه، لجان الحمايه بتكون مؤلفه من الاشخاص المرتاحين
مدراء مخيمات، مقدمي الرعايه، شخصين داحين، معلمين، اشخاص لهم معرفه ودرايه. الهدف من تشكيل شبكه الحمايه، كمان اضفنا شيء جديد وملموس في تشكيل لجنه الحمايه هاي، هو اشراك الاطفال بلجنات الحمايه الموجوده او الشبكه المجتمعيه. يعني نحن في عندنا عدد من الذكور والاناث، وفي عندنا ايضا شريحه من الاطفال. الهدف من اشراك الاطفال في هاي اللجنه المجتمعيه هي ايصال صوت الطفل الى العالم الخارجي. البحث او خلينا نقول الاخبار عن القضايا او حقوق الطفل اللي عم يتم بعض الاحيان ممكن العاملين الانساني ما عم يوصلوا نتيجه بعض التحديات. فنحن حبينا الطفل يكون موجود في لجنه الاجتماع الشبكي لحتى هو يوصل صوته. اكيد في هاي الاجتماعات انسه نحن عم نقدم عده مواضيع. في اخر مشروع او في اخر اجتماع تم تقديم محورين هادفين، هي عمالة الأطفال وأسوأ أشكال عمالة الأطفال رقم واحد، والاستجابة للانتحار ومنع الاستجابة ومنع الانتحار رقم اثنين. طب هاي المواضيع تكون في مناطق مختلفة، سواء بعرقين أو في جميل. طب خلينا نحكي عن أهمية مثل هيك تدريبات وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع، أهميتها بالنسبة للمجتمع. نحن مثل ما شفنا احيانا عم بيكون في تعتيم للوصول لبعض الاطفال، او عم بيكون في صراحه مخاطر حمايه عند الاطفال وما عم يتم الانتباه لها بسبب اتساع الرقعه الجغرافيه للمخيمات في هاي المنطقه. قديش ما كانت جهود المنظمات كثيفه ما عم تقدر تغطي الاحتياج الموجود وتلغي المخاطر. فالهدف من هاي الفكرة هي مثل ما حكيت زيادة المعرفة عند سواء الأشخاص المفتاحيين أو العاملين الإنسانيين، لزيادة القدرة على الوصول أكثر إلى قضايا الحماية اللي عم يتم خلينا نقول عدم الوصول إلى بسبب بعض التحديات اللي أنا ذكرتها. في بعض المخيمات الوصول إلى صعب، وبالتالي نحن من خلال التدريب عم نحاول نوصل طرق، عم نحاول نوصل آليات، نحاول نشرك أكثر فئة مستهدفة من المجتمع. كيف نحن آلية الإبلاغ، كيف بيتم عملية تحديد الحالة، طيب أنا إذا سمعت بحالة ما بقدر أطلع شو لازم أتصرف. فهذا النوع من التدريبات ساعدنا لأنه نحن نوصل صراحة حقيقة لأكبر كم ممكن من الأطفال اللي هم معرضين للخطر، وعم بيساعدنا ايضا نقدم نحن مساعده سواء كانت هي مساعده مادي او مساعده. يعني أهمية أيضا التشبيك بين المنظمات، يعني يمكن كل حالة تختلف عن أخرى، بعض الأطفال فقدوا ذويهم، بعض الأطفال يمكن عندهم حالة صحية خاصة، فجدا مهما جدا مهم عفوا أن يكون بتشابك بين المنظمات ويكون بتواصل حتى تقدرون تحلون الحالة بأسرع وقت. تقريبا كم عدد الأشخاص اللي استفادوا من هي الدورات، وتقريبا هي استمرت شهر ونص من التدريبات؟ هلق هو التدريبات ما حكيت انا صارت في منطقتين مختلفتين، صارت في منطقه عفرين وفي منطقه لب. ما في مده معينه استمرت شهر ونص، انما على فترات متقطعه. مده التدريب كانت لكل شريحه، طبعا احنا هدفنا عده شرائح وعده تدريبات، كونه القاعه مثلا ما بتستوعب اكثر من 20 شخص. فنحن كنا عم نستهدف اكثر من التدريب، التدريب كان مدته يومين لكل شريحه. استهدفنا عده تدريبات في منطقه قطبين، وايضا تدريبات في منطقه ادلب. على مدار هاي التدريبات استمرت على مدار شهر او شهر ونص. عدد المستفيدين بعتقد 120 مستفيد، سواء كان من العاملين الإنسانية في منظمات أخرى أو من موظفين المشروع اللي بالأساس اللي عم يشتغلوا معه. يعني دورة جيدة جدا وبحاجة إلى كل العاملين في المنظمات. شكرا لك أحمد الحمود، مشرف حماية في منظمة يد بيد، كنت معنا من ريف إدلب. نهارك سعيد. شكرا لكم.